شو زعلانة تيتا، من بابا ولا مني؟ لا بابا قال لي إنه نحن رجال عطول منزعل النسوان، وهن اللي أنا بينقهروا بيعدوا بيبكوا. سلطانة، ما بدي شوف أي حدا. اعذريني بس إجا البوستجي وفرحات باشا بده يشوفك ضروري. مصطفى أنت طلع على التراس هلأ. درة خلي يفوت. يا ربي إن شاء الله يكون خبر منيح. يا رب سلم لي ابني، يا رب. أنا مالي غيرك رجع لي ابني. بعدولي هيك، بعدولي. خير شو في؟ ما في شي، ما في شي. طيب شو صار له؟ ما بعرف، فجأة وقعت وغابت عن الوعي. ها؟ إذا بدكم شي نادوني. سنبل أغا. خيام خانم عم تنزف، الولد رح يسقط. يا ربي أنت ما بتجيبي غير الأخبار السيئة. تعي النادي الحكيمة أوام، تعي معي يلا. امشي يلا بسرعة. حضرة السلطانة الأم. فرحات باشا، إذا بدك تأكد لي الخبر الأفضل ما تقوله. روح واتركني لحرقة قلبي. البوستجي إجا من مرمريس وفي ختم بيري باشا على الرسالة. شو بدي بالختم؟ قول ابني بين الأحياء ولا الأموات؟ مولانا بخير ومصمم على تحقيق النصر. الحمد والشكر لك يا ربي. أنا لازم روح فورا خبر عيلتي، تركتهم قاعدين وعم يبكوا. انتو كمان روحوا بسرعة خبروا كل كبير وصغير حتى أعدائه. السلطان سليمان عايش ومصمم يحقق النصر. حاضر. الحمد لك يا رب. ست هيام منيحة؟ كيف صارت؟ طمنيني. كانت عم تنزف، عم يقولوا رح تسقط الولد. المصايب كلها بتجي سوا. السلطان عايش ورح يحقق النصر بإذن الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله، ألف الحمد لله. البشوات وابراهيم كلهم سالمين يعني، ما هيك؟ أكيد أكيد، قريت رسالة بيري باشا بنفسي. درة روحي خبريها للست هيام هالأخبار الحلوة. هيام وضعها مو منيح أبدا، وقالوا لي إنها عم تنزف. يا لطيف، والولد شو وضعه؟ امشي درة خلينا نشوفها. رح يرجع. شو وضع الولد يا حكيمة؟ بخير يا مولاتي، النزف وقف. اصحي يا هيام، اجانا خبر منيح. سلطان سليمان ما فيه شيء. قلبي كان حاسس. أنا قلت لهم إنه السلطان ما بيموت، هو وعدني يرجع سالم ومنتصر. السلطان رح ينتصر. ألف شكر وحمد إلك يا رب، ألف الحمد لله.